بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن موضوع مهم، هو موضوع الألفا جالاكتوزيديز A ديفيشنسي. أهميته تكمن في نقطتين: إن الألفا جالاكتوزيديز A ديفيشنسي قديما لم يكن له سبيسيفيك تريتمنت، ولكن الآن أصبح له سبيسيفيك تريتمنت مع دخول الإنزيم ريبليسمنت ثيرابي. فيه ميني جينيتيك ديزيزز أصبح لها سبيسيفيك تريتمنت، منهم الفابري ديزيز. الأهمية الثانية للفابري ديزيز إنه ديزيز أفكت مالتي أورجانز، مالتيبل أورجانز. فالموضوع ده مهم جدا لأطباء الكارديولوجي، مهم جدا لأطباء النيفرولوجي، في غاية الأهمية لأطباء النيورولوجي وأطباء الديرماتولوجي وأطباء الأوفثالمولوجي. هنتكلم، كلامنا إن شاء الله هيتضمن عدة نقاط. هيتضمن الجينيتكس أوف ألفا جالاكتوزيديز A ديفيشنسي، هيتضمن الباثولوجي، الكلينيكال بريزنتيشن، الديفرنشيال دياجنوزيس والانفستيجيشنز، واخيرا التريتمنت اوف الفا جالاكتوزيديز A ديفيشنسي. فبالله نستعين ونبدا. تبدا القصه في عام 1898 عندما تمكن طبيب الجلديه جوهانس فابري اللي هو صاحب الشنب الكبير ده، وويليام أندرسون الجراح، ويليام أندرسون يعني طبيب جلدية وجراح، تمكنا من وصف ديزيز وسموه أندرسون فابري ديزيز. ولكن الاسم المشهور والأكثر شهرة لهذا الديزيز هو فابري ديزيز. الفابري ديزيز له ميني سينينيمز، له عدة مسميات وعدة مرادفات، منهم زي ما قلنا الألفا جالاكتوزيديز A ديفيشنسي، وده الأقرب والأفضل. أندرسون فابري ديزيز، أنجيو كيراتوما كوربوريز ديفيوزم، أنجيو كيراتوما ديفيوز وجالاكتوزيديز A ديفيشنسي أو GLA ديفيشنسي أو فابري ديزيز، أي اسم يعجبك من هذه المسميات يمشي. طيب ايه تعريف الفابري ديزيز؟ الفابري ديزيز تعريفه في ثلاث كلمات: بروجريسيف اكس لينكد لايزوزومال ستورج ديسوردر. الديفيشنسي في الانزيم بيكون ديفيشنسي اوف لايزوزومال انزيم الفا جالاكتوزيديز. الانزيم ده الجين بتاعه متحمل على ال XQ22 لانه هو اكس لينكد. الى يومنا هذا تم اكتشاف اكثر من 1000 ديفرنت ميوتيشن ممكن تؤدي الى ظهور مرض الفابري. في ميني ميوتيشنز ممكن تؤدي الى ظهور الفابري ديزيز. من المعلوم لنا جميعا ان اللايزوزومال ستورج ديزيز كلها أو أغلبها، الغالبية الكاسحة منها أوتوزومال ريسيسيف، ما عدا ثلاثة هما اللي إكس لينكد، منهم البطل بتاعنا النهاردة اللي هو فابري ديزيز، منهم أيضا الهانتر ديزيز. الهانتر ده هو الميوكوبولي ساكاريدوزيس تايب 2 بكل برزنتيشن بتاعه، ليه نيورولوجيكال برزنتيشن، ليه هيباتوميجالي، ليه انلارجمنت للتانج. والثالث هو الدانون ديزيز اللي معاجي بانتلكشوال ديسابيليتي، معاجي معاه ويكنس، معاجي معاه سنترال نيرفس سيستم مانيفستيشن. يبقى عندي ثلاثه لايزوزومال ستورج ديزيز اكس لينكد: الهانتر والفابري والدانون. طيب الاكس لينكد زي ما قلنا دلوقتي اصبح تريتابل ديزيز،
لذلك لما بعمل early catch up أو early diagnosis للفابري ديزيز بأتمكن من منع البروجريشن اوف ذا ديزيز، بحمي المريض من انه يوصل الى مرحله ما اقدرش اعالجه فيها، يوصل الى مرحله بيكون الانزيم ريبليسمنت ثيرابي مش افكتيف. والنقطه دي مهمه جدا في كل الجينيتك ديزيز اللي ليها انزيم ريبليسمنت ثيرابي، لازم اعمل ايرلي 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 دايجنوزيس، لان الايرلي دايجنوزيس ده معناه جود اوتكم، معناه جود بروجنوزيس. فلذلك لازم عندي كنيورولوجيست لازم عندي احدد الليجن اللي بيزود السسبشن اوف دايجنوزيس اوف فابري ديزيز عشان اقدر اعطي المريض الانزيم اللي افكتيف في تريتمنت اوف فابري ديزيز. الانسيدنس اوف فابري ديزيز في دراسة معتمدة على النيونيتال سكرينينج ودي اتعملت في 2009، الانسيدنس بيتراوح من 1 في كل 1250 في بعض الدراسات وبعض الاستدي وبعض البلدان الى 1 في كل 3100 طفل. يعني 3100 طفل دي في ايطاليا، 1 لكل 1250 دي في تايوان. زي ما قلنا الفابري ديزيز ليه ميني كلينيكال بريزنتيشن وما لهوش سبيسيفيك كلينيكال بريزنتيشن وما لهوش تيبيكال ايج اوف اونست. ايه اللي بيحدد الانفولفد اورجان او بيحدد الكلينيكال بريزنتيشن وايه اللي بيحدد البروجنوزيس اوف فابري ديزيز وبيحدد الايج اوف اونست؟ عندي 2 نقطتين بيحددوا دول كلهم، اللي هي الديجري اوف الفا جالاكتوزيديز ايه ديفيشنسي او الديجري اوف ان اكتيفيتي اوف الفا جالاكتوزيديز، الاصح الديجري اوف ان اكتيفيتي اوف الفا جالاكتوزيديز. والنقطه الثانيه الجندر، هل المريض ده ميل ولا فيميل؟ الميل ميل with higher residual enzyme activity ده معناه ان late onset، الانست بيكون في الادوليسنس. ولكن لو المريض عندي الاكتيفيتي اوف الفا جالاكتوزيديز مينيمال اكتيفيتي او نو اكتيفيتي بيكون early presentation، بيكون mini clinical symptom، بيكون rapid progression. طيب بالنسبه للفيميل، الفيميل بتكون مايلد، البريزنتيشن بتاعها بيكون مايلد، والايج اوف اونست بيكون اولدر ذان الميل. ولكن في كثير من الفيميلز بيكون معاهم سيفير بريزنتيشن، سيفير كلينيكال مانيفيستيشن، بيكون معاهم ايرلي اونست. طب ليه؟ بيكون في حاجه عندنا اسمها اكس ان اكتيفيشن باتر، بيكون في اكس من واحد من الاكس من الـ من الـ من الجينز الاكس من الكروماتيد بتاعت المريض اللي هو الاكس كروموزوم، واحد منهم بيكون ان اكتيف، فبالتالي وجود ديفكت واحد في الجين بيبقى مسؤول عن ظهور المانيفيستيشن اوف فابري ديزيز. المرضى بيجوا باي كلينيكال مانيفيستيشن، كاردياك، رينال، نيورولوجيكال، او ممكن يجوا اوفثالمولوجيكال او ديرماتولوجيكال زي ما هنعرف في الكلينيكال بريزنتيشن. النقطة الثانية ودي مهمة جدا، الباثولوجي اوف فابري ديزيز. عندي هنا مولوكيول اسمه جلوبوترايوزايل ثيراميد، مع نعمل له نحن اختصار بالجي بي 3، جي بي 3 جلوبو ترايوزايل سيراميد. بيتكون من ايه المولوكيول ده؟ بيتكون من جالاكتوز الفا وجالاكتوز بيتا وجلوكوز بيتا وسيراميد. عندي الالفا جالاكتوزيديز ايه بيروح، الالفا جالاكتوزيديز ايه بيروح عامل كات للالفا جالاكتوزيديز،
ويحول المولكيول ده اللي هو جلوبوترايوزايل ثيراميد الى لاكتوزايل ثيراميد. لما يحصل ديفيشنسي في الالفا جالاكتوزيديز بيحصل اكيوميوليشن في الجلوبوترايوزايل ثيراميد، يحصل اكيوميوليشن للجلوبوترايوزايل ثيراميد. زي ما قلنا بيحصل accumulation للجلوبوترايوزايل سيراميد and its deacylated derivative جلوبوترايوزايل اسفنجوزين. الاكيوميوليشن بيكون فين؟ وهنا بيت القصيد. الاكيوميوليشن بيكون في الكابيلاري اوف اندوثيليال سيل، وده بيعمل vascular manifestation، بيعمل ستروك سواء اسكيميك ستروك او هيموراجيك ستروك او يعمل ترانزيانت اسكيميك اتاك في الرينال سيل. واول سيل افكتد هي البودوسايتس، ما يحصل نتيجه هذا بروتين يوريا في التيوبولار سيل، في الجلوميرولار اندوثيليال، في الميزنجيال سيل، وايضا في الانترستيشيال سيل. ما يحصل اكيوميوليشن للجي بي 3 اللي هي جلوبوترايوزايل ثيراميد في الكاردياك سيل، في الكاردياك مايوسايت والفايبروبلاست، وايضا في الكوندكتيف سيستم اوف ذا هارت. عشان كده المريض بيجي بديسريزميا. وفي النيرف سيل، لذلك المريض بيجي ببريفرال نيرفوس سيستم مانيفيستيشن. نتيجه الاكيوميوليشن اوف جي بي 3 بتتكون حاجه كاركترستيك اسميها الفوم سيل، فوم سيل ويز باكيوليتد سيتوبلازم، زي ما هي هنا واضحة جدا الفوم سيل، ودي بتكون واضحة جدا في البيوبسي المتاخده من الكدني. عندنا two clinical types of Fabry disease. type 1 وده بنسميه ال early onset Fabry disease، بيكون موجود في minimal او no activity of alpha galactosidase A enzyme. نتيجة ده بيكون في early clinical presentation، بيكون فيه mini symptom وبيكون فيه severe سيمتوم. النوع الثاني او تايب 2، تايب 2 بيكون في ريزيديوال اكتيفيتي اوف ذا انزايم اوف الفا جالاكتوزيديز اي انزايم، بيكون موجود في اكتيفيتي، لذلك بتكون السيمتوم ليت، بيكون الاونست اوف ذا سيمتوم ليت، بيكون في الادوليسنس، وبتكون السيمتوم مينيمال افكت وان اورجان، ممكن افكت الكدني فقط، ممكن افكت الهارت فقط، ممكن افكت السنترال نيرفوس سيستم فقط، ده في الايرلي بريزنتيشن. ولكن مع البروجريشن بيكون البريزنتيشن او بيكون الافكشن في كل الاورجانز. طيب ايه غالبا بياتي ايرلي بالدرماتولوجيكال مانيفيستيشن. التايب 1 بيكون البريزنتيشن بتاعه درماتولوجيكال، ولكن تايب 2 اللي هو الليت اونست ممكن تجده ياتي بكارديولوجيكال مانيفيستيشن او رينال مانيفيستيشن او سي ان اس مانيفيستيشن قبل ما يجي نيورولوجيكال مانيفيستيشن، يعني سواء سنترال او بريفرال، قبل ما يجي بديرماتولوجيكال مانيفيستيشن، وممكن ما تظهرش عليه الديرماتولوجيكال مانيفيستيشن. قلنا ان الفابري ديزيز ده مالتي سيستم افكت مالتيبل اورجانز. اول نقطة هنتكلم فيها الديرماتولوجيكال مانيفيستيشن، لان اللي وصف الديزيز ديرماتولوجيست اللي هو جوهانس فابري في 1898. السكن ابنورماليتي اللي بتكون موجودة في الفابري ديزيز بانكتيت تايني بينلس انجكتيتك بابيولز، اللي هي احنا بنسميها
أنجيوكيراتوما كوربوريس ديفيوزم، عشان كده أخذت الاسم ده أنجيوكيراتوما كوربوريس ديفيوزم. بتكون موجودة فين؟ في الأساس في الجينيتاليا حوالين السكروتم، بتكون اكستنسيف في السكروتم، أو في الترانك في الأمبلايكاس حوالين الأمبلايكاس، في الهب، ونادرا ما نراها في الفيس. يبقى بانكتيت تايني بينلس انجكتيتك بابيول، دي اسميها الانجيوكيراتوما كوربوريس ديفيوزم او الانجيوكيراتوما. الصور دي بتوضح الانجيوكيراتوما، واوضح واحده فيهم هذه الاخيره، واضحه جدا الانجيوكيراتوما بيكون شكلها كده، دي في الترنك حوالين الامبلايكاس، ودي ايضا واضحه هنا، واضحه هنا. رقم 2 اوفثالمولوجيكال مانيفيستيشن. مريض الفبري بياتي بحاجه اسمها كورنيال ديستروفي. الكورنيال ديستروفي ده عباره عن ابنورمال ديبوزيتس اوف جلايكوليبيد ان ذا كورنيا، بتؤدي الى ايه؟ وورل لايك اوباسيتي، مدوره عامله زي الدوامه، وورل لايك اوباسيتي. بنشوفها طبعا بسليت لام، الاوفثالمولوجيست بيشوف الوورل لايك اوباسيتي دي بسليت لامب. دي نقطه. النقطه الثانيه افكشن للبلاد فيزل، بيكون البلاد فيزل عندي ايه؟ كوريك سكراو لايك كونتروتد، بيكون البلاد فيزل عندي الونجيتد اوتورشواس اودايليتد، بنشوفه في الكونجنكتيفا وبنشوفه في الريتينا، بيكون دايليتيشن اوتورشواسيتي اوف ذا بلاد فيزل في الكورنيا وفي الريتينا. في الريتنا طبعا بنشوفها بالفاندوسكوب او بالميثودز اللي بيستخدمها الاوفثالمولوجيست، بالانفستيجيشن اللي بيستخدموها عشان يعملوا فانداس اكزامينيشن. النقطة الثالثة، ودي ايضا تبع الافكشن اوف بلاد فيزل، هيحصل عندي حاجة اسمها سيليوريتينال ارتري اوكلوجن او انتيريور اسكيميك اوبتيك نيوروباثي، انتيريور اسكيميك اوبتيك نيوروباثي. نتيجة الاكيوميليشن للجي بي 3 في الابيثيليوم اوف بلاد فيزل والكابيلاري، ما يحصل انتيريور اسكيميك اوبتيك نيوروباثي. دي الكورنيال ديستروفي اللي هي الورل لايك ابييرانس، واضح هنا في الكورنيا بسليت لام عامل زي الدوامه. هنا البلاد فيزل الموجوده في الكونجنكتيفا دايليتد وإلونجيتد وفيها تورشواسيتي، وأيضا في الفاندس في الريتينا عند دايليتيشن وتورشواسيتي أوف ذا بلاد فيزل الموجودة في الريتينا، هي واضحة خالص التورشواسيتي والإلونجيشن. ثالثا النيورولوجيكال مانيفستيشن أوف فابري ديزيز، عندي بريفرال نيرفس سيستم أفكشن، وعندي سنترال نيرفس سيستم افكشن، وعندي كوكليو فيستيبولار افكشن. الصوره دي بتختصر القول، ولكن نحن هنشرح القول. عندي البريفرال نيرفس سيستم افكشن، عندي نيوروباثيك بين، اكروباريسيس، بيرنينج ديسيزيا، سنسوري لوس، والسنسوري لوس بيكون في الليت ستيج، الايرلي بيكون بين، بعدين بيبقى سنسوري لوس بعد ما بيحصل دامج للنيرف للبريفرال نيرف. السنترال نيرفس سيستم افكشن، عندي ستروك سواء هيموراجيك او اسكيميك، مش شرط اسكيميك، الغالب اسكيميك لكن ممكن يحصل هيموراجيك ستروك. ترانزيانت اسكيميك اتاك، كوجنيتيف امبيرمنت، سايكايتريك ديسوردر. الكوكليو فيستيبولار مانيفستيشن، تينيتاس وهيرينج لوس او فيرتيجو وديزينس. هنبدا باهم نقطه فيهم، بريفرال نيرفس سيستم مانيفستيشن.
اول سيمتوم بتحصل عندي سمول فايبر نيوروباثي افكت 80% من حالات الفابري. There is identified preferential damage of alpha delta fiber اللي هي المايلينيتد نيرف فايبر او relative sparing للسي فايبر اللي هي النون مايلينيتد فايبر. عندي بيحصل كلاسيكال لينس ديبندنت سيمتريك اكزونوباسي، بيحصل انفلاميشن واكزونوباسي لللونج نيرف. لللونج نيرف معنى كده ان الموضوع بيبدا في الليج زي الدايابيتس، بيبدا في اللونج نيرف. البيشنت هاف سوماتيك اللي هي سنسوري واوتونوميك مانيفيستيشن انكلودنج اكروباريسيس كولد انتوليرانس بيرنينج ديسيزيا سنسوري لوس. سنسوري لوس زي ما قلنا بيحصل في الليت ستيج. الليت ستيج كل ده بيبدا في الديستال في الهاند والفيتس وال النيوروباثيك بين في حالات الفبري. عندي منه تو تايبس، عندي الكرونيك وعندي الابيزوديك. الابيزوديك بنسميه فبري كرايسيس. الفبري كرايسيس دي نقطة في غاية الأهمية. الفبري كرايسيس دي ابيزودز lasting from hours to days. البيشنت فيها بيسفر from severe pain start in the hand and feet and then spread to proximal limb. النقطة دي التعريف ده في غاية الأهمية. البين سيفير بين بيكون بيستمر من ساعات إلى أيام، بتبدأ من الفيتس أو الهانز، يعني بتبدأ ديستال، بتبدأ ديستال وبتنتشر بعد كده في البروكسيمال أوف ذا ليمب. معاها اوتونوميك مانيفيستيشن، معاها اوتونوميك مانيفيستيشن زي التاكي كارديا. بيحصل بريسيبيتيشن للفابري كرايسيس عن طريق الاكسرسايز، الفيفر، الستريس، الحاجات اللي بترفع درجة حرارة الجسم. Each crisis have an acute onset and offset. تبدأ فجأة وتنتهي فجأة. ده مهم جدا في الدياجنوزيس اوف فابري ديزيز. المرضى اللي بيجوا بفابري كرايسيس لازم اخد بالي منهم ان المريض ده ممكن يبقى فابري ديزيز. But recurrence occur، ممكن تتكرر مرات ومرات. Later مع البروجريشن اوف ذا ديزيز ما يحصل ديكريز للبين، ما يحصل لوس للبين، وايضا ما يحصل معاها لوس اوف سنسيشن نتيجه ان النيرف فايبر بيحصل لها دامج. لازم نعرف الديفرنشال دياجنوزيس اوف سمول فايبر نيوروباثي عشان في حالات ممكن تيجي سيميلر للفابري كرايسيس. الحاجات اللي بتعمل سمول فايبر نيوروباثي اللي هي اس اف ان، الاوتو اميون ثايرويدايتس والاوتو اميون التروكيولايتس، الهاشيموتو انسيفالوباثي، هونيك شونلاين بيربرا ودي بتبقى موجوده في الاطفال، ابريكيال بليكسايتس اللي هو البليكسوباثي، تايب 1 ديابيتس اللي هو الانسولين ديبندنت ديابيتس، روماتويد فيفر، السيستميك لوبس اريثماتوزس، بوست فيرال ارثرايتس، اميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، كرونز ديزيز وده ديزيز افكت جي اي تي، سيجوغرين سبيكترام ديسوردر، راينود ديزيز، واخيرا الجروينج بين. الجروينج بين ده نورمال، نتيجه الجروينج بتاع الانسان بيحصل حاجه اسمها جروينج بين. ده الديفرنشال دياجنوزيس اوف سمول فايبر ديزيز اللي بنضيفه للفابري ديزيز. اوتونوميك نيوروباثي من النيورولوجيكال مانيفيستيشن اوف فابري ديزيز. اوتونوميك نيوروباثي، الاوتونوميك نيوروباثي بيجي بايه؟ زيه زي اي اوتونوميك نيوروباثي، كولد انتوليرانس، هايبو هايدروزيس،
and exercise intolerance دول بيكونوا موجودين مع الفابري ديزيز xerostomia and xerophthalmia gastrointestinal dysmotility نتيجة الاوتونوميك افكشن يحصل xerostomia وxerophthalmia decrease للتير وما يحصل decrease للsalivation وgastrointestinal dysmotility المريض ممكن يدخل في constipation وعند ايضا hypohidrosis قلنا hypohidrosis او anhidrosis CNS manifestation ودي نقطة في غاية الأهمية The prevalence of CNS manifestation is 12 إلى 31 من 12 إلى 31% among men في الميلز و 5 إلى 18% في الفيميلز TIA transient ischemic attack is more prevalent ولكن is more prevalent in women حوالي 16% في ال women إلى 11% في ال males ولكن المريض ممكن يجي ب TIA وممكن يجي ب ischemic stroke وممكن يجي ب hemorrhagic stroke من ال CNS manifestation أيضا psychiatric disorder اللي هي منها ال depression وال depression بيكون موجود في حوالي 62% من حالات الفابري والديبريشن بيكون ناتج عن البين اللي هو البريفرال نيرفوس سيستم افكشن اللي احنا تكلمنا عنه نتيجة الكورونيك بين المريض بيدخل في ديبريشن عند ايضا كوجنيتيف امبيرمنت زي اكسكيوتيف فانكشن افكشن وافكشن للانفورميشن بروسيسنج وايضا افكشن للاتنشن امبيرد اتنشن الميجور CNS manifestation اللي هي cerebrovascular involvement او cerebrovascular event زي ما قلنا TIA والischemic stroke او الhemorrhagic stroke المين age of onset of cerebrovascular affection في الميلز بيكون سن 28 الى 34 وفي الفيميل بيكون طبعا old age عن الميل بيكون من 40 الى 50 سنة رابعا من النيورولوجيكال مانيفيستيشن كوكليو فيستيبولار مانيفيستيشن كوكليار امبيرمنت بياتيني في صوره تينيتس هيرينج لوس وهيرينج لوس كومونلي بايلاترال كومونلي بايلاترال واسيمتريك وبيكون طبعا سنسوري نيورال هيرينج لوس vestibular symptom زي الفيرتيجو والديزينس والانستابيليتي الكوكليو vestibular manifestation بتكون موجودة في حوالي 70% من حالات الفابري ديزيز
renal manifestations of Fabry disease. ممكن مريض الفابري ديزيز يجي بايزوليتد رينال مانيفستيشن. لذلك اي نيفرولوجيست لازم يبقى اوير بالكلينيكال بريزنتيشن اوف فابري ديزيز، ويكون الديزيز ده موجود في التفكير بتاعه. المرض بياتي بايه؟ بياتي ببروتين يوريك كيدني ديزيز. اف تايب 1 نتيجه الاكيوميوليشن اوف جي بي 3 في البودوسايت بيجي المريض ببروتين يوريا. اول حاجه بيجي ماكرو البيومينوريا، ماكرو البيومينوريا. بعد كده بيحصل بروجريس للموضوع وبيتحول الى بروتين يوريا اند ديكريز للجلوميرولار فلتريشن ريت. مع الوقت المريض بيدخل في رينال فيلير، بيحتاج الى دياليسيس او بيحتاج الى رينال ترانسبلانتيشن عند سن 35 او 45. الكلام ده بيكون اكثر في الميلز، ولكن تايب 1 في الفيميلز الموضوع بيبقى مايل او فاريبل. حوالي 10 الى 15% من الفيميلز اللي عندهم فابري ديزيز تايب 1 بيحتاجوا الى دياليسيز او رينال ترانسبلانتيشن، 10 الى 15%. طيب اف تايب 2 مع يبدا الانفولفمنت اوف ذا كيدني في العقد الرابع في الفورث ديكيد، والبروجريس بيكون سلو. في بعض الحالات بتحتاج الى دياليسيس او بتحتاج الى رينال ترانسبلانتيشن، وبعض الحالات ما بتحتاجش لدياليسيس ولا رينال ترانسبلانتيشن. ده في التايب 2. الكاردياك مانيفيستيشنز اوف فابري ديزيز، الكارديولوجيست بيتناولوا موضوع الفابري بنوع من الاهميه، لان في حالات كثيره ما يبقى معاها مع تيجي للكارديولوجيست ان اكسبليند ديسريزميا، مريض داخل لي في اتريال فيبريليشن، مريض يونج ايج وداخل في اتريال فيبريليشن. الفابري ديزيز لازم يبقى من ضمن الديفرنشال دياجنوزيس لاي مريض يجيني، وخاصه لو كان يونج ايج بديسريزميا، او المريض بيجيني بهايبرتروفي اوف ذا هارت، او بيجيني بانلارجمنت للليفت فينتريكل. عندي ميني كلينيكال مانيفيستيشن بتكون موجوده في الفابري ديزيز، ممكن يدخل المريض في اسكيميا، كوروناري اسكيميا. الكلينيكال بريزنتيشن ممكن تبقى ديسنيا، بالبيتيشن، شيست بين اللي هي بتاعه المانيفيستيشن اوف ديسريزميا او الاسكيميا. ممكن المريض يجي باي سي جي تشينج بكاردياك ايميجينج مانيفيستيشن، لما نعمل ايكو للمريض نعمل نجد عنده كارديوميجالي ليفت فينتريكولار هايبرتروفي، عندي هايبرتروفي للبيوبيلاري ماسل، وعندي ايضا اذر مانيفيستيشن دي حسب ما بيتناولها الكارديولوجيست، زي ما احنا قلناهم الرينال فيلير، النيورولوجيكال مانيفيستيشن، السكن مانيفيستيشن، الاوفثالمولوجيكال مانيفيستيشن. نتكلم بشيء من التفصيل عن بعض الكارديولوجيكال مانيفيستيشن اللي بتبقى موجوده مع مرضى الفابري. اول نقطه ليفت فينتريكولار هايبرتروفي leading to hypertrophic cardiomyopathy اللي هي ال HCM hypertrophic cardiomyopathy. Left ventricular hypertrophy occur in 20% with average age. بيكون early diagnosis في العشرينات او في الاربعينات among type 1 male، وليت تلاتينات وليت اربعينات among type 1 females. يبقى الفيميلز دايما بيبقى الانست ليت. ديسريزميا زي ما قلنا اتريال فيبريليشن، هارت فيلير دي الكارديولوجيكال مانيفيستيشن، وممكن اسكيميا، اسكيميا اسكيميك كوروناري هارت. تايب 2 ليتر انست ميل ديفلوب سيميلر هارت مانيفيستيشن از تايب 1، بات ات اولدر ايج ميني
may be first presentation cardiac clinic, may be left ventricular hypertrophy أو hypertrophic cardiomyopathy. في الأولد إيج في تايب 2 في الليت أونست بيكون البريزنتيشن ليفت فنتريكولار هايبرتروفي أو هايبرتروفي كارديوميوباثي. ما بيجيش المريض بديسريزميا، يعني نادر ما بيجي بديسريزميا أو هارت فيلير. أذر مانيفستيشن، المريض ممكن يجي بريسبيراتوري أبنورماليتي، عندي ريستريكتيف لانج ديزيز، أوبستراكتيف إير واي ديزيز. المريض ممكن كورونيك فاتيج وديزينس وهيديك ديلايد بيوبرتي ريلي مال فورمد جوينت اند فينجر وليمفيديما. ليمفيديما دي مهمه. الصوره دي بتختصر لي كل الكلينيكال بريزنتيشن اللي نحن تكلمنا عليها، فدي للقراءه. ممكن انت توقف الفيديو وتراجع كل الكلام اللي احنا قلناه. هنا البريفرال نيوروباثي، سيريبروفاسكولار انفولفمنت، رينال، كاردياك، ديرماتولوجيكال، اوكولار، وعندي هنا البيدياتريك اللي هو التايب 1 اللي هو الايرلي، وعندي الادلت. السلايد دي حلوه جدا للكارديولوجيست، وبيتناولها الكارديولوجيست في كل محاضراتهم لما بيتكلموا عن الفابري ديزيز. الفابري في الكارديولوجي مهم جدا، الفابري في الكارديولوجي مهم جدا جدا جدا، وايضا في النيورولوجي، لان المريض لو دخل مني في اتريال فيبريليشن ممكن يدخل في اسكيميك ستروك، يعني الكريبتوجينيك ستروك او الكارديوجينيك ستروك، دي بتكون من اسبابها الديسريزميا اللي هي الاتريال فيبريليشن. طبعا انا صعب اشرحها، انا هتكلم هنا عن الكلينيكال بريزنتيشن. هنا الليمفيديما، وعندي هنا نكبر الصوره، هايبوهيدروزيس وهيت اند كولد انتوليرانس وهيرينج لوس ورينال فيلير. على الخط الثاني عندي نيوروباثيك بين، جاسترو انتستينال ديسموتيليتي، عندي بازلر ارتري دولوكوكتيزيا، ودي بتبان في الايميجنج لما بنعمل سي تي اي انجيوغرافي كومبيوتد انجيوغرافي. Unexplained dysrhythmia مش arrhythmia، chest pain، corneal verticillata اللي هي احنا قلنا عليها اللي هي الكورنيال dystrophy، angiokeratoma و juvenile stroke. ده الكلينيكال. الكاردياك imaging زي ما احنا اتكلمنا عليهم، واللابوراتوري manifestation عندي microalbuminuria وبروتينيوريا و reduced erythroglomerular filtration rate و elevated troponin و increase GB3 اللي هي الأخيرة دي. فالصورة دي مهمة جدا للكارديولوجيست. وعندي هنا الـ ECG manifestation. كلما يعني قربنا من الاستابليشد فابري ديزيز، الدائرة دي كلما السيمتوم اللي قريبة من الاستابليشد فابري ديزيز، دي معناها ليها جود دايجنوستيك بارامترز. طيب الدايجنوزيس اوف فابري ديزيز، الدايجنوزيس بالكلينيكال اللي احنا اتكلمنا عنه، ولكن ايه الانفستيجيشنز او ايه الستريكت انفستيجيشنز اللي بتحدد لي المريض ده فابري؟ اول حاجه ديترماين الالفا جالاكتوزيديز ايه ان بلازما، احدد الالفا جالاكتوزيديز ايه انزيم ان بلازما في اللوكوسايت او في الفايبروبلاست في الميلز، ولكن في الفيميلز بحتاج جينيتيك اناليسيز. جينيتيك اناليسيز از نيسيسري ان فيميلز. الكدني بايوبسي، اعمل هيستوباثولوجي واخد البايوبسي من الكدني زي ما احنا زي السلايد اللي احنا عملناها في الاول، هجد الفوم سيل، فوم سيل في فاكيوليشن في السيل. فزي ما قلنا هنا نختصر القول، في الميل احدد الالفا جالاكتوزيديز اي في البلازما وفي اللوكوسايت والفايبروبلاست، لكن في الفيميلز اعمل جينيتيك اناليسيز واخد كدني بايوبسي، ده مهم للدايجنوزيس اوف فابري ديزيز. ديفرنشال دايجنوزيس
of Fabry disease. لما تجيني حالة وأشك إنها Fabry disease لازم يكون في دماغي 7 differential diagnosis للFabry disease. أول differential diagnosis type 2 Schindler disease. Type 2 Schindler disease أو اسمه الثاني Kanzaki disease. الكنزاكي او الشندلر عندي منه التايب 1 وده ايرلي اونست والتايب 2 وده الادوليسنت اونست. ديتي ايضا واحد من الليزوزومال ستورج ديزيزز وهو اوتوزومال ريسيسيف. بيكون في ديفكت في الجين اللي هو الفا جالاكتوزيديز بي. الفا جالاكتوزيديز بي. الفابري بيكون الديفكت في الالفا جالاكتوزيديز اي. فالفرق هنا في شندلر ديزيز بيكون الديفكت في الالفا جالاكتوزيديز بي. الشندلر او الكنزاكي ده فيري رير ديزيز. الكلينيكال بريزنتيشن بيكون سيميلر للفابري ديزيز، في انجيو كيراتوما ولكن معيبقى معاه بلايندنس ومعيبقى معاه سيجر، ودول بيكونوش موجودين مع الفابري ديزيز او نوت كومون مع الفابري ديزيز. الشندلر بيكون معاه بلايندنس ومع يكون معاه سيجر. الديفرنشال دياجنوزيس الثاني هو الفيوكوزيدوزيس، ودي ايضا من الليزوزومال ستورج ديزيزيس وهي ايضا اوتوزومال ريسيسيف. بيكون فيها انجيو كيراتوما كوربوريس ديفيوزم، بيكون معاها بروجريسيف ديتيريوريشن للبرين والسباينال كورد، ده معناه انه بيكون في بيراميدال مانيفيستيشن، معانا انتلكشوال ديسابيليتي وايضا جروس ريتارديشن. ثالثا اريثرومايالجيا. الاريثرومايالجيا ده اوتوزومال دوميننت ورير كونديشن، مع تيجي مينلي بتيجي بسنسيشن افكت الفيت والهاند، لوس اوف سنسيشن في الفيت والهاند، كاركترايزد باي انتنس بيرنينج بين افكتنج الاكستريميتي وسيفير ريدنس and increase skin temperature that may be episodic or almost continuous in nature. الاريثرومايالجيا لازم اعملها differential تدخل في differential diagnosis مع الفابري كرايسيس. رابعا الفاميليال ميديترينيان فيفر، ودي ايضا من الديسوردر اللي هي بتكون جينيتك وبيكون معاها في بين، في جوينت بين، وبيكون معاها فيه بلوريزي ومع يكون معاها في ابدومينال بين، فبتيجي في الاساس ببين بين مانيفيستيشن، لكن بتبدا في اليونج ايج، بتبدا في سن العشر سنوات 9 سنوات. بعد كده خامسا جوفينايل سيستيميك لوبس اريثماتوزس، دي ايضا بتيجي براش وبتدي جوينت بين وافكت اليونج ايج ميل وفيميلز. السيلياك ديزيز، سيلياك ديزيز ده هايبر سنسيتيفيتي للجلوتين اللي هو ماده القمح، بيحصل ديستراكشن للسمول انتستين للفيلاي اوف سمول انتستين نتيجه اكل الحاجات اللي بتحتوي على قمح. الكلينيكال بريزنتيشن بيكون في اوستيوبوروزيس، بيكون في هايبو فيتامينوزيس مال ابزوربشن، كل المانيفستيشن اوف مال نارشد مال نارشمنت، بيكون فيه نيوروباثي، فيه بين، بيكون فيه دراي سكين، فيه سكيل سكين، ده بيكون المانيفستيشن اوف سيلياك ديزيز. المالتيبل سكليروزيس، وده ديفرنشال دياجنوزيس مهم جدا لان في كيسز ميني كيس ريبورتس بتكون متشخصة على اساس انها مالتيبول سكليروزيس وفي الاخر بيكتشف انها فابري ديزيز، لان المالتيبول سكليروزيس فيه مشكلة انه فيه اوفر دياجنوزيس اوف مالتيبول سكليروزيس، اوفر دياجنوزيس اوف مالتيبول سكليروزيس. اي نيورولوجيست حاطط المالتيبول سكليروزيس في دماغه قبل السريبرو فاسكولار ستروك، رغم ان المالتيبول سكليروزيس
مقارنة بالأذر نيورولوجيكال ديزيز يعتبر من الديزيز اللي هي مش منتشرة كثيرا. ففي حالات من الفابري ديزيز اللي هي بتيجي بنيورولوجيكال مانيفستيشن اد أطباء بشخصوها إنها ام اس. آخر نقطة في لقائنا النهاردة لأننا طولنا وهنخلي التريتمنت في لقاء منفصل، هنخلي التريتمنت في لقاء منفصل. Investigations in cases of Fabry disease. زي ما قلنا الفابري ده multi system. عندي investigation بعملها على مستوى الرينال، لازم أعمل estimated glomerular filtration rate. ممكن أخذ رينال بايوبسي، ممكن أعمل رينال MRI، يعني في رينال investigation. وفي ايضا كارديولوجيكال انفستيجيشن، اعمل اي سي جي ديتكشن اوف ديسريزميا، لان المريض ممكن يدخل مني فيتال ديسريزميا، لازم اعمل ديتكشن اوف ديسريزميا. اي سي جي باي فرايتي من الفرايتي، هولتر كونتينوس اي سي جي، اعمل ايميجينج ايكو كارديوغرافي، ممكن اعمل شيست سي تي، ممكن اعمل كاردياك ام ار اي، لازم اعمل كاردياك ايميجينج. هنا هركز انا في كلامي على النيورولوجيكال انفستيجيشنز. الفابري زي ما قلنا افكت البريفرال نيرفس سيستم وافكت السنترال نيرفس سيستم. هتكلم عن البريفرال نيرفس سيستم وهتكلم عن السنترال نيرفس سيستم. في البريفرال نيرفس سيستم لازم اعمل انفستيجيشن او تيست خاصة بالسمول فايبر نيوروباسي. زي ايه؟ عندي حاجة اسمها Quantitative Sensory Testing QST. ده Psychophysical Test بيحدد لي Thresholds for Warmth and Cold في الهاند والفيت. في حالة الفابري Threshold دي بتكون Extremely Elevated، يعني الثريشولد اللي بقيسها بالكوانتيتيف سنسوري تيستينج بتكون في الفابري اكستريملي اليفيتد. الانفستيجيشن الثاني اخد سكن بايوبسي، سكن بايوبسي ويز انترا ابيديرمال نيرف فايبر دينسيتي، عشان احدد الجي بي 3 ديبوزيت الموجود في السكن. ده جولد ستاندرد تيست في الدياجنوزيس of small fiber neuropathy. small fiber neuropathy اللي هو اني اخد skin biopsy with intra epidermal nerve fiber density. ده good test في حالات small fiber neuropathy. في حالات الفبري بيكون فيه reduced skin، فيه reduced للنيرف فايبر دينيسيتي، الانترا ابيديرمال نيرف فايبر دينيسيتي بتكون reduced في حالات الفبري ديزيز. الانترا ابيديرمال نيرف دينيسيتي بنختصرها بالاي اي ان دي. التست الثالث في السمول فايبر نيوروباثي كوانتيتيف Pseudomotor axonal reflex test. ده بيعمل assessment للintegrity of postganglionic cholinergic fiber responsible for sweat production. في حالات الفبري بيكون عندي blunted QSART response، blunted quantitative pseudomotor axonal reflex test. دي بالنسبة للبريفرال. طيب بس بالنسبة للسنترال، السنترال الإيميجينج الام ار اي عندي بيكون فيه ليجن في الوايت والجراي ماتر، وخاصة الديب جراي ماتر اللي هي البيزل جانجليا والسلاماي. عندي فيزل اكتازيا وخاصة في البوستيرور سيركوليشن، والسايت اوف انفاركشن بيكون بريدومينانت في البوستيريور سيركوليشن. الجدول ده بيختصر لنا الموضوع. بيكون عندي في هايبر انتنسيتي في اللاترال بوليفينير، في اللاترال بوليفينير ريجون اللي هي موجوده في السلاماي.
عندي وايت ماتر ليجن، اسكيميك ليجن، اسكيميك فاسكولار ليجن، مينلي في البوستيريور سيركيوليشن. عندي ايضا دوليكوكتيزيا في دايليتيشن وتورشواسيتي للبلد فيزل. الصور دي بتوضح لنا الايميجينج اللي بنعملها في حالات الفبري. عندي هنا هايبر انتنس ليجن في البوستيريور سيركيوليشن، عندي هنا ايضا مالتيبل هايبر انتنس ليجن، عندي هنا في البرين ستيم هايبر انتنس ليجن وده ايضا في البوستيريور سيركيوليشن. واضح هنا جدا الدولوكوكتيزيا في البازيلر ارتري دايليتيشن وتورشواسيتي اوف ذا بازيلر ارتري. البوليفينير اللي هو البوستيريور بارت اوف ذا سالاموس عندي فيه هايبر انتنسيتي. البيزال جانجليا فيها هايبر انتنسيتي. ده كلامنا في الجزء الاول عن الفابري ديزيز. باذن الله في اللقاء القادم هتكلم عن التريتمنت اوف فابري ديزيز اللي هو الانزيم ريبليسمنت ثيرابي، ده في الاساس، ولكن في اذر ثيرابيز اللي هي السيمتوماتيك ثيرابي. فيا رب تكونوا استفدتوا من لقائنا ده، وان شاء الله نلتقي في لقاءات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.